ديال الوصول الى المعلومه ولا عدم الوصول الى المعلومه. تقريبا شويه من سنه 2017 شريك سياسي ورأي ديالكم في المسألة. اولا انا اتمنى ان تقوم صحافه التحقيق بالمزيد من التحري في مثل هذه الامور، لان حسب ما قرات في الصحافه فهناك اولا قطعه ارضيه مكترات بمبلغ، يجب ان نعرف ما هو يعني مساحه هذه القطعه، هل كراء هذه القطعه ب 12 مليون سنويا، هل كانت هناك مناقصة؟ هل فيها تضارب المصالح في حد ذاتها؟ ما إذا كان رئيس ذلك الجماعة مثلا له مصلحة أو استفاد من مصلحة شخصية في تفويت القطعة؟ فيما يخص كون الوزير يعني يملك حصة أكثر من 50% في الشركة ووزير آخر وهم من حزب سياسي معين، في الحقيقة هناك تضارب مصالح في هذا الباب. لماذا؟ رغم أنه المغرب لازال لم يضع تشريعا لقانون لتضارب المصالح خاص، وإن كانت هناك عدد من المقتضيات التي تمنع مثلا قاضي بأن ينظر في قضية توجد فيها مصلحة لزوجته أو فما معنى تضارب المصالح؟ هو أنه منع شخص يدبر الشأن العام أو يبت في النزاعات أو يقوم بمهمة لها علاقة بتدبير الشأن العام أن يقوم بالمشاركة أو التأثير في القرارات التي تفيده هو شخصيا أو تفيد أحدا من أصدقائه أو من يعني له علاقة به. فلا أرى في هذه الحالة كيف أن الوزير وكذلك الجهة السياسية التي ينتمي إليها كيف سيتخذون القرارات التي تهم هذه الشركة وهذا الاستثمار دون أن يتأثروا بهذه العلاقة السياسية. طبعا هناك تضارب مصالح من الناحية الأخلاقية ومن الناحية السياسية، يتعين في بعض الدول يلزم الشخص الذي سوف يتولى منصب حكومي بأن يفوت يبيع كل أسهمه مثلا في تلك الشركة حتى لا تبقى له بها أي علاقة. إضافة إلى ذلك فلا زال القانون لدينا لا يلزم أعضاء الحكومة بالتعبير عن إمكانية وجود تضارب مصالح بين مهمتهم العمومية، وفي جميع الحالات سوف ننكب في المكتب التنفيذي لترانسبارنسي على تحليل هذه القضية وغيرها.